السلام عليكم. اليوم احنا متواجدين في هذه السيارة الجميلة من فولكس فاجن. هذه السيارة 7 راكب اللي اسمها تيرامونت. اول احساس لهذه السيارة انها جدا ناعمة. سكان وايد ناعم، القيادة وايد ناعمة، سيارة تحسها فيها مرونة. سعة التخزين بالسيارة الحين صارت كبيرة، لكن تقدر تكبر الموضوع وتصير السعة 2735 لتر، هم بكبسة زر ثانية، وموضوع وايد بسيط، بس تحتاج عشان نخليها بس سريعة العبود. تعال، موضوع بسيط، نقمة واحدة ينصفط الكشن وتصير عندك يا طويل العمر براحة. تقدر تخيم هني. السيارة اللي معانا اليوم 4 سلندر سينجل تيربو، حليل شي صغيرونه، قاعد يعطيك 270 حصان على 370 تورك، يعني الفرق بينهم 100. شيء لطيف انك انت تكون سيارة بهذه التوازن، علشان لما تقول لها كذي تستوعبك وتنطلق. خليك من سرعة السيارة، هالسيارة هذه صنعوها علشان تشيل عائلتك لانها ميد سايز بيك اب. راح تلاحظون ان الليت يوقف لهني، بس بعدين في تفصيلة حلوة من هني لهني، هذه هم إنارة LED راح تشب معاك بالليل. وصلنا حق السيارة علشان نشرح من الداخل. هذا الديسبلاي اللي عندك اللي تتحكم فيه بكل السيارة. الحلو في الشاشة هذه إن حتى فيها سنسر يقدر يشوف أنت إيدك وين، فممكن أنت تنقي القناة مجرد إنك أنت تأشر عليها وهو ردي راح يحط لك إياها. هبة جديدة صايرة بسوق السيارات إن يخشون الإكزوست تيبس، فالسيارة دبل إكزوست تيبس لكن تحت يحطوا لك هذا الشكل بالدعامية علشان يعطيك شكل الإكزوز اللوكسجري، خصوصاً إن الإكزوست تيبس كروم. فلأنها 7 راكب السيارة هذه صنعت لأنها تكون شايلة روحها، وصد شايلة روحها.